التقى الأب حليم جيم الكاهن من رهبنة الفرنسيسكان عددا من خريجي كلية تيرا سانتا القدامى، وذلك في جبل نيبو مادبا. وخلال اللقاء استرجع الأب حليم جيم مدير مدرسة تيرا سانتا سابقا مع الطلاب القدامى للكلية ذكريات السنوات الدراسية، وقد حمل هذا اللقاء العديد من المشاعر والذكريات الجميلة. حضر اللقاء عدد من الأعيان والنواب والشخصيات الرسمية وأصدقاء العائلة الفرنسيسكانية. وخلال لقاء أجرته نورسات مع الأب جيم أبدى تألمه الشديد لما يجري في غزة من قتل للأطفال والأمهات وتدمير للحياة البشرية في القطاع. ألا يمكن أن يكون هؤلاء الذين قضوا على أطفال غزة وعلى جميع الأمهات أمهات الأطفال، ألا يمكن أن يكونوا أحفاد الملك هيرودس؟ هذا ما أريد، ما أردت أن أقوله في هذه المناسبة. فالإنسان أصبح ذئبا للإنسان، والذئب نحن نعلم ماذا يعمل. فالحمل المسيح هو الحمل للإنسان، بينما هؤلاء هم الذئاب. طبيعة الحال احنا بنتألم ونرفض العقاب الجماعي المفروض على غزة وعلى أهلها وأطفالها وكبارها في ظرف ما عملهم بعيشوا حياتهم يومية الحياتية الطبيعية. وهذه الظروف أكيد يعني بإذن الله لن تستمر، ونقف كلنا يعني خلف جلالة الملك بكل جهوده وتفاصيل اللي عم بيقوم فيها لحشد الرأي العالمي الدولي لوقف هيك عدوان على قطاع غزة وعلى الأبرياء. وعن زيارة أبونا حليم لكلية تيرا سانتا، أنا أحد خريجي كلية تيرا سانتا منذ أكثر من 3 عقود. الرجل الطيب الفاضل الأب حليم اللي خرج الأجيال، وأنا أتشرف أنه أنا واحد من خريجين كلية تيرا سانتا. هذا الصرح التعليمي اللي أعطى أكثر ما عنده، وهي المدرسة المبنية على المحبة وعلى العطاء وعلى هذا الصرح الدراسي اللي قدم الكثير من رجالات الدولة والمسؤولين وصناع القرار. اليوم مبنية هذه الرسالة على أنه الحب بيكون محل الكره والبغض، والرجاء والسلام والفرح والوفاق والاتفاق. وبذكرنا أيضا بالظروف اللي احنا عم نعيشها في الوقت الحالي الصعب، أنه احنا بحاجة أن نركز على هذه الرسائل السامية الراقية حتى يحل السلام في منطقتنا ونعيش حياة آمنة ومستقرة. ألم كبير، مصاب كبير. نحن في الأردن نتألم لأنه مصابنا واحد بالتأكيد. احنا كذلك في نقابة المهندسين الأردنيين عملنا العديد من الوقفات التضامنية مع أهلنا في غزة، وفتحنا باب التبرعات بالتأكيد تحت حملة غزة معا ننتصر بعون الله تعالى. يعني هذه المدرسة تحمل ذكريات عديدة عندي وعند زملائي، حتى أولادي درسوا في هذه المدرسة. قد ما إحنا فعلا نعشق هذه الكلية. الأب حليم الله يعطيه طولة العمر دائما كان معانا، ولسه كنا نحكي قبل شوي إنه كيف تعلمنا المحبة والود، وجميعنا يعني نشعر كأننا عائلة واحدة في هذه المدرسة. فخريجينها كلياتهم زملاء، وإحنا كلياتنا نتعرف على بعض من خلال هذه الكلية العريقة، كلية تيرا سانتا، اللي بنأمل لها إن شاء الله المستقبل المزدهر والمشرق. وهذه زيارة رائعة للأب حليم، ونتمنى له كل الصحة والخير يا رب. الواحد ما بملك إلا أنه يدعو لأهلنا بغزة، الأهل اللي هم ربعنا وناسنا وعربتنا موجودة فيها وأثبتوا ذلك. ما في إمكاننا إلا أن إحنا ندعي لهم من كل القلب أنه الله يا رب قويهم، وإن شاء الله يكون الله معهم بهيك وقت شديد جدا،
والظرف اللي عمالهم بمروا فيه مش وضع مش ظرف سهل ولا ظرف اعتيادي ولا هي في عندهم أي مقومة من مقومات الحياة، لا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا معونات طبية. بس إن شاء الله يا ربي الله يهدي بالهم، وإن شاء الله هالأزمة هاي تطروا على خير ويكونوا إن شاء الله للقادم يكون أفضل، ويكون هذه بداية طريق لبداية النهاية كتحرير فلسطين إن شاء الله ونهاية دولة إسرائيل. واليوم إحنا عنا مناسبة كتير حلوة إنه إحنا خريجين ترى سنطة عم نستقبل أبونا الأب حليم، أبونا حليم اللي هو واحد من العمود الفقري كان لهالمدرسة هاي من السبعين لنهاية بداية 1990. خرج كثير أجيال وكان له فضل كثير علينا وله فضل كثير على ناس عملوا ونجحوا بهالبلد، والحمد لله إنه يعني قدرنا نشوفه بعد فترة طويلة لأنه هو طلع من هون وراح فلسطين وهلأ هو عايش بلبنان. بيضلوا له أثر كثير كبير في قلوبنا وجوده معنا. موقفي أنا زي موقف أي شخص يعيش في الوطن العربي وفي الأردن بالذات، نتعاطف وبشدة مع أهلنا في غزة ضد جرائم الاحتلال والتي أسهل ما يمكن تسميتها بجرائم حرب. قلوبنا معهم وعواطفنا معهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونترحم على الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان الغاشم على أرضهم. بعهدنا كان الأب حليم يمتاز بالقسوة، القسوة المحقة، القسوة التي نبحث عنها في هذه الأيام، لأنها بالواقع أنتجت جيلا واعيا، جيلا مدركا لما له وما عليه. تجمعنا أنا وزميلي عيسى قمو وبعض الزملاء سالم الزعمض دكتور فراس زريقات، وقررنا أن نستضيف الأب حليم. كان لهذا هذه الدعوة يعني صدى لدى الجميع وقررنا يعني استضافته. الآن هو يقضي أوقات معنا في المدرسة ما بين طلابه الذين يكونون له كل الاحترام والمحبة.